سيد الرئيس تحية وبعد قولوا في قلبي والمساء يغمر البلاد بالشجون أقول في قلبي والمساء يغمر البلاد بالشجون واليأس بيننا وسيف الخوف مسلط علينا مسلط علينا والقلق المدن القلق المدن القلق المدن يبيت ليلة أخرى لدينا لدينا سيدي الرئيس سيدي الرئيس سيدي الرئيس سيدي الرئيس أقول في قلبي وبيننا يغل خائن نمشي وبيننا يغل خائن نمشي وبيننا يغل خائن يوجعنا أنهم بغدنا يقاومون نمشي وبيننا يغل خائن يجرحنا أنهم قرارنا يحاصرون يقلقنا أنهم يدرون ماذا يفعلون إلى متى إلى متى إلى متى في شرايين رؤانا يسكنون من يمكن
عليك وديعت دمعتنا جئنا إليك وبنا عزتنا بين يديك وديعت دمعتنا جئنا إليك وبنا عزتنا هدم فلينهدم فلينهدم باب السجود فلينهدم فلينهدم باب السجود فلينهزم هذا الجنون ولينرجم ولينرجم من قد يقول من قد يقول وهذه قلوبنا معاقل الحرية وهذه أجسادنا ذخائر القضية وهذه قلوبنا معاقل الحرية وهذه أجسادنا ذخائر القضية ونقسم ونقسم صدقة لأننا وأرضنا لأننا وأرضنا والحق لأننا وأرضنا والحق أرضنيا أرضنيا مساء الخير سيدي الرئيس قصيدي غنيتها من سنين طويلة ووجهت الصرخة اللي فيها بكل مرة غنيتها لرئيسي رئيس جمهورية لبنان الحر المستقل بوجوده على هالكرسي الصرخة كانت دايماً له وبغيابه مطرح ومحفوظ بضميري وبمقدساتي وإذا كنه غايب اليوم بتكون هالصرخة لازم تروح لحدا بالأخير في حدا مسؤول عنا أكيد موجودين وكتار ولكل مسؤول عنا كل مسؤول عن تقرير مصيرنا بوجه الصرخة بكل الدموع اللي فيها بكل الرجاء اللي فيها بكل الحب اللي فيها بكل الروح الوطنية اللي فيها وأكيد ما بدعي بهالكلمة أي خلفيات سياسية أنا بكل بساطة مواطنة من لبنان بآمن بسيادة لبنان وبآمن بلبنان الدولة والهيبة والمؤسسات الرسمية ورسميين كبار نكبر فيهم ومن حقنا بعد كل اللي عانيناه عمر من عمرنا حقنا نحلم بوطن بحجم معاناتنا وطن بليق بدم الشهداء اللي سقطوا من أول الحرب لليوم على راسهم أغلى رجالنا اللي سقطوا بالسنين الأخيرة هاي صرخة طالعة من قلبي طالعة من ضميري أمنيتي إن توصل للمسؤولين عنا وإذا ما وصلت لسبب بعرفه وأسباب ما بعرفها بأكد وبجزم إنه في حدا سمعني اليوم في قلب ربنا بالسماء الفرقة الموسيقية وأنا بقيادة إيلي العليا منحييكم هي رح تكون سهرة
بدون توقف على مدى ساعتين من الوقت. وقبل ما انتقل على أغاني الفرح والحب، مع أنه كتير كتير تعرضت لضغوطات ما حطش إشياء وطنية، بس صراحة حقيقة ما قدرت ما حط عمل للشهداء اللي عم بيوقعوا بكل مطرح بالعالم العربي. صعب كتير الواحد يمرق مرور الكرام على هيدا الدم الطاهر. أنا لبنانية من هالتراب ولهالتراب برجع، بس أنا لبنانية عربية كل مطرح بالعالم العربي بيعنيني. قلبي مع مصر، قلبي مع تونس، قلبي على سوريا، قلبي على العراق، قلبي على ليبيا، قلبي على اليمن، قلبي على فلسطين، قلبي على الكل. والخطر شامل الكل. تحية من نص قلبي لكل الشهداء يلي سقطوا على امتداد العالم العربي كله لأسباب الله بس بيعرفها، وطبعا وبالطليعة شهداء لبنان. Let's go.
يا هالناس يبتحروا كافوت أغلى رجالنا يكفي الحقد يهدئنا.